السلام عليكم. دونك الفيديو ديال اليوم غادي نحاولوا نكملوا فيه يعني داكشي اللي تكلمنا عليه في الفيديو السابق ديال التصميم ديال السطور ديالنا. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نزيدوا هاد لي برودوي هادو اولا هاد لي كاتيجوري اللي كندير في هاد الباج. هادي الباج داكوي هي هادي ولا الصفحه الرئيسيه هي هادي. فوالا دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كنزيدوا هاد لي برودوي. دونك اول حاجه خصني نزيد هادو دابا يعني مثلا عندي انا في هاد الباج هادي دابا عندي جوج ديال لي كاتيجوري. عندي الكاتيجوري ديال منتوجات العنايه والتجميل دونك كنحط فيها لي برودوي اللي عندي فيها. وعندي لي زاكسيسوار يعني الكاتيجوري ديال لي زاكسيسوار كنحط كاع لي برودوي ديال لي زاكسيسوار اللي عندي. هاد لي برودوي اللي حطيت لكم هنا كايكزومبل يعني كمثال باش تفهموا. دونك اليوم دابا اش غنديروا؟ غادي نحاول ان شاء الله نكريو واحد الكاتيجوري اخرى جديده. مثلا نديروا واحد الكاتيجوري ديال الملابس. دونك نزيدوا واحد الكاتيجوري ديال الملابس مثلا هنا. ومن بعد غنشرح لكم كيفاش كنبدلوا هاد لي كولور، كيفاش كنلعبوا على هاد لي برودوي، شحال ديال البرودوي، هادشي كامل غنوريه لكم يعني كنتحكموا فيه. فوالا دونك اول حاجه غنمشيو لكريو داك الكاتيجوري ديال الملابس. غنمشيو لكريو دونك اش كنديروا؟ كنكليكيو على برودكت، من بعد كنكليكيو على هاد الكاتيجوري. كاتيجوري فوالا دونك كنزيدو الكاتيجوري اللي بغينا حنا. دابا عندنا جوج ديال لي كاتيجوري، عندي عندنا الكاتيجوري ديال لي زاكسيسوار والكاتيجوري ديال المنتوجات العينيه والتجميل. دونك حنا دابا مثلا بغينا نزيدو واحد الكاتيجوري ديال الملابس ديال الحوايج. دونك غنكليكي على هادي اد. فوالا دونك هنا كدير السميه ديال الكاتيجوري اللي باغي تزيد. دونك باغ اكزومبل حنا غنزيدو كيما قلت لكم يعني الملابس. فوالا دونك غنكتب هنا الملابس. هنا يعني يمكن لك دير ديسكريبسيون يعني الوصف ديال داك الكاتيجوري. يمكن لك تزيدو هنا. هنا كدير تصويره ديال داك الكاتيجوري. دونك هنا يعني من هنا كتابلوديو ديك التصويره. فوالا غير دو البال عفاكم لاطاي ديالها خص تكون فيها 300 يعني فوا 300 لاطاي ديالها راه كيعطيوها لكم هنا. دونك كنكليكيو على فوالا. دونك غنشارجي ديك التصويره اللي غندير. باغ اكزومبل انا ندير هاد التصويره ديجا وجدتها. فوالا هي هادي. دونك كندير سيف. فوالا دونك هو دابا الكاتيجوري ديال الملابس هاني زدتو. ولكن الا مشيت للسطور مازال ما يتزاد ليا هنا. لاحظتوا مازال ما كاينش. دونك كيما ديك الساعات باقينا غير هاد جوج ديال لي كاتيجوري الاولاني والثاني. دونك اشنو كندير باش نزيدو؟ كنمشي للسطور، كنكليك على ستور تيم. من بعد كندير انا اون بيج سيتينغ هادي، كنهبط لتحت كنكليك على هادي. فوالا من بعد كنختار هنا. هنا يعني على حساب شنو باغي تزيد انت في ديك الصفحه الرئيسيه. دونك حنا نبداو نزيدو لي برودوي. غنكليك على برودكت. برودكت فوالا. دونك هنا كنديرو السميه. دونك باش تفهموا هنا مثلا هذا سميتو منتوجات العنايه والتجميل، هذا سميتو الاكسسوارات، هذا دابا غنسميه الملابس يعني العنوان اللي باغي نحط تما الملابس. فوالا الملابس. هنا كيكون داك لو سو تيتر، داك سو تيتر اللي كيكون هو هذا. دونك انا عندي التيتر داك العنوان الكبير، وهنا كيكون سو تيتر. دونك يمكن لكم تكتبوا فيه اي حاجه. نخليها هنا اعثر على كل ما تريد يعني نخليها تكتبها نيت. نتوما كتزيدوا اي حاجه بغيتوها. دونك غنجي كوبي هنا. فوالا كول. فوالا هنا كديروا الليميت ديال لي برودوي اللي بغيتو يبانو عندكم. مثلا هنا انا الا لاحظتوا هنا عندي 4 ديال لي برودوي، يعني لو ماكسيموم اللي يمكن لي نحط هنا 4. ولكن الا دخلتي للكاتيجوري ديال المنتوجات والعناية التجميل يمكن لك دير بزاف ديال لي برودوي، ماشي غير زعما 4 اللي غيبانو عندي في هذه الواجهه الرئيسيه. وما نتوما الا بغيتو مازال يعني الناس مثلا اللي غيشريو عندكم الا بغاو مثلا يدخلوا لهذا الكاتيجوري كيكليكوا على استعراض المزيد. دونك كيكليكوا عليها وكيلوحوه يعني كيعطيو كاع لي برودوي اللي عندك في هذه الكاتيجوري هذه. دونك هنا كما قلت لكم يعني كتحطوا الليميت ديال لي برودوي. هنا الليميت ديال لي برودوي اللي بغيتو يبانوا عندكم. دونك حنا دابا لا ليميت اللي بغينا يعني الليميت اللي ما يمكنناش نفوتوها هي 4. نتوما يعني ديروا اللي عجبكم، ديروا 5 6 اللي عجبكم، غير من الافضل يعني ما تكثروش. حاولوا ديروا غير 3 4 ولا 4 ديال لي برودوي هنا في هذا في الواجهه الرئيسيه. من بعد اللي بغى يزيد مثلا يقلب على لي برودوي اللي عندكم راه يكليك على هذه استعراض المزيد. وحنا نديروا غير 4. فوالا نديروا 4 هنا كتختاروا من كاتيجوري. قلنا هذا الكاتيجوري سميناه الملابس. فوالا دونك كليك على الملابس. هنا فوالا كيفاش بغيتو يبانو عندكم هاد لي برودوي هادو. هاد لي برودوي كيفاش بغيتو يبانو؟ واش بغيتو يبانو غير هكا ولا بغيتو يبانو بحال هكا هاد لي سلايد؟
فوالا بحال هكا يبداو يدوزو يعني برودوي تبدا تدوز في لي برودوي. دونك انا نختار يعني يبقاو هكا يبقاو ستابل ما يتحركوش. دونك كيما قلت لكم الا بغيتو يعني يكونوا بحال هكا يعني تبداو تدوزهم كتخليوها سلايدر، ولكن الا بغيتو تشونج يعني يبقاو هكا ثابتين ما كيتحركوش فوالا دونك كتكليكيو على هادي فوالا. هنا الا بغيتو هاد استعراض المزيد تبقى يعني مثلا عندكم كما قلت لكم بزاف ديال لي برودوي راه كتخليو هاد استعراض المزيد، ما بغيتوش تبان عندكم هنا هاد استعراض المزيد. مثلا عندكم غير مثلا ربعه ديال لي برودوي اصلا اللي عندكم ما عندكمش بزاف يمكن لكم تحيدوها. اش كديروا؟ كتكليكيو على هادي فوالا، كتكليكيو على هاد البوطون هادي، ومن بعد شنو كديروا؟ كديروا سيف سيف فوالا. ودابا الى رجعنا للصور ديالنا ودرنا اكتواليزي انا بطو فوالا. ها هي دابا الكاتيجوري ديال الملابس، ها هي بانت عندنا في هذا في الصفحه الرئيسيه. دابا شنو غنديروا؟ يعني غنمشيو غنوريكم دابا كيفاش غتدخلوا هاد لي برودوي جداد، يعني كيفاش غتدخلوا هاد لي برودوي، كيفاش كتدخلهم في هاد الكاتيجوري هذا. دونك شنو غديروا؟ غنمشيو للبروداكت وكليكيو على نيو بروداكت فوالا. دونك هنا كنديروا الاسم ديال دونك هذا دابا هذا خاص دابا بهذا بلا باج ديال لي برودوي. هنا دابا غنديروا الاسم ديال داك البرودوي. مثلا حنا عندنا الملابس، دونك مثلا نديروا مثلا اقمصه فوالا هما. دونك هنا هنا كديروا الاد كوبي ولا يعني داك الوصف ديال المنتوج ديالكم. دونك هاد لابارتي هادي نخليها للفيديو المقبل لانه هي اصلا فيها يعني فيها بزاف د الحوايج فيها ما يتقال. دونك نخليها للفيديو المقبل ان شاء الله ونهضر لكم عليها. دونك اليوم دابا نوريكم غير كيفاش كنزيد هاد لي برودوي هادو، اما الطريقه هاد الاد كوبي واشنو خصك تكتب اشنو ما خصكش تكتب، لانه هادي دابا انا باش نشرح لكم هادي دابا هي هادي. مثلا غنمشي لشي برودوي هنا مثلا كليكي على هادي فوالا، كتنوحني للصفحه ديال ولا لاباج ديال البرودوي هي هادي. دونك كدير فيها كلشي، يعني لاش كيصلح هاد البرودوي كدير فيه الصور، كتبغي الا بغيتي تزيد فيه لي فيديو هادشي كامل غنهضرو عليه في الفيديو المقبل ان شاء الله. اليوم باش ما نضيعوش الوقت يعني غنوريكم غير كيفاش كتزيدو دوك لي برودوي صافي فوالا. دونك هنا كما قلت لكم هاد الكتابه هادي كيتسمى الاد كوبي، كنكتبوه هنا فوالا. هنا كندير داك لوليان اللي بغيت يبان، مثلا هادي دابا الا لاحظتو لوليان ها هو واحد لوليان هنا فوالا. هاد لوليان هذا ديال هاد لاباج هادي الا شتو هو هذا، يعني كتكون السميه ديال السطور ديالك ها هي شوب اب دو بوان كوم، ومن بعد كتبع ليها السميه ديال هاد البرودوي هذا. دونك هاد لوليان هذا راه كديرو هنا، يعني كدير شي ليان نتا، يعني يكون داك ليان اللي غدير يكون عنده علاقه بالسميه ديال البرودوي فوالا. دونك قلنا هنا داك الاد كوبي كيكون هنا، هنا كيكون البرايس. دونك ما حيت ضروري اصلا ديرو دونك الثمن، كنديرو الثمن. مثلا ندير باغ اكزومبل هجرنا هنا قميصة، مثلا ندير 100 درهم مثلا باغ اكزومبل 100. هنا كتابلوديو لي زيماج، دونك الا بغيتو تشارجيو لي زيماج كتكليكيو على هادي ابلود فوالا. حنا عندنا القميصة فوالا، دونك كليكي على هادي. لا يمكن لكم ديرو بزاف ديال التصاور بحال هادي دابا، الا لاحظتوا عندي بزاف ديال التصاور هنا. دونك يمكن لكم ديروا فيديو حتى هو، يمكن لكم تشارجيو فيديو كتكليكو على هادي فوالا. دونك هادشي كامل غنهضروا عليه، هاد لي فاريون هاد الترابيق هذا كامل غنهضروا عليه ان شاء الله في الفيديو المقبل. غنهضروا عليه كيفاش كنقادوه. انا دابا باش نوريكم كيفاش كتزيدوا لي برودوي فوالا. هنا ما تنساوش الكاتيجوري، ضروري اش من كاتيجوري، بما ان عندي قميص دونك كاين في الكاتيجوري ديال الملابس، كنكليكي على الملابس فوالا. ها هي واحد القضيه باش ردوا ليها البال، البرايس نورمالمون درت 100، يعني خص 100 اش كنقصد بها 100 درهم. مثلا كنت كنبيع في المغرب بمعنى هذا كنقصد بها 100 درهم، يعني خصكم تردوا البال لهذا العمله اللي عندكم في السطور ديالكم. انا نوريكم دابا فين كتبدل العمله. دونك كما قلت لكم هنا كنديروا السيف فوالا. دونك قميصه انا غير باش نوريكم هادشي كامل، خصكم تعمروا دارو انا باش نوريكم كيفاش كيتزادوا دوك لي برودوي. دونك ندير سيف. دابا الى رجعت للسطور ديالي بانون، دونك صحه رئيسيه فوالا ها هو تزاد اقمصه 100.
دونك بالنسبه للكولور ديال هذا الباك جراوند انا نشرح لكم يعني غنوريكم فين فين كتبدلوا لي كولور. دونك قلت لكم البرايس اولا زعما العمله ديال الستور ديالكم اش كديروا؟ كتمشيو للسيتينغ كتكليكو على هذا السيتينغ فوالا هاد الاخرانيه هادي كتمشيو للجينيرال فوالا كضغطوا لهنا فوالا هنا فين كاين العمله ديال الستور ديالكم. دونك انا ديجا عندي راه اختاريت يعني العمله ديال المغرب اللي هي الدرهم. دونك مثلا خدام في شي بلاصه اخرى مثلا كنتي كتبيع في شي دوله اخرى راه يمكن لك تختار يعني العمله باش خدام. راه كاين كاع العملات ديال كاع البلدان راه كاينين. دونك حنا بما اننا خدامين يعني في المغرب باغ اكزومبل دونك غنديروا العمله ديال المغرب اللي هي الدرهم فوالا. دونك هنا فين كتبدلوها كما قلت لكم. ومن بعد اي حاجه درتوها كما قلت لكم كديروا السيف. هذا الرمز ديال الدرهم الدالولمي بمعنى درهم مغربي. يمكن لكم تكتبوا نتوما درهم مغربي ولا خليوها هكا ها كيفاش كتبان. ومن متى دخلنا لهادي شتو 49 دالمي بمعنى درهم مغربي. هنا فين كتبدلوها بيتو تخليوها هكا خليوها بيتو ديروا الدرهم المغربي ديروها فوالا. دونك نرجعوا لاش لي برودوي باردون نرجعوا لي ستور ديالنا. دونك نديروا التيم كنهبطوا الاون بيج باردون دونك كنمشي للبروداكت كندير ثاني نيو بروداكت غنزيد برودوي اخر مثلا. دونك كندير هنا دابا ندير احذيه باغ اكزومبل فوالا. دونك الان ندير احذيه هنا فوالا. هنا ثاني راه كديروا داك لوليان هادشي نهضروا عليه من بعد. هنا الاد كوبي او يعني الوصف ديال المنتج ديالك ديال البرودوي ديالك. هنا ما تنساوش الكاتيجوري فين هو الكاتيجوري فوالا. الكاتيجوري بما ان هذه داخله في الملابس دونك يعني ندخلها في الكاتيجوري ديال الملابس. هنا كديروا البرايس مثلا انا نخربق هذه الاثمنه لا غلى على مسكين ياك. دونك انا ندير اي ثمن دابا غير باش نشرح لكم. مثلا ندير 150 درهم باغ اكزومبل. هنا كنشارجي يعني لي زيماج فوالا حديو يقول لكم ديروا بزاف ديال لي زيماج. دونك كديروا سيف فوالا. دونك الى مشينا لهذا الستور ديالنا دونك فوالا ها هو الاهديه تا هو تزاد هنا شتو. دونك نحاولوا نزيدوا يعني جوج اخرين هنا باش كما قلت لكم باش يبان يعني الستور ديالنا مقدر اربعه. كل كاتيجوري كندير فيها اربعه فوالا. دونك ها هما دابا يعني لي برودوي ديالنا زدناهم. راه مثلا الا زدنا الخامس يعني الا زدنا البرودوي الخامس ما غاديش يبان عندي هنا كما قلت لكم. يعني ضروري تكليكي على هذه استعراض المزيد باش يبان عندكم. لانه علاش حددت انا الليميت ديال لي برودوي اللي بانوا عندي هما اربعه. راه وريتكم ديك الساعات كيفاش كنحددهم فوالا. دونك دابا دونك يمكن لكم مثلا انا كنعطي اكزومبل هنا مثلا اللي كيبيعوا الحوايج ديال العيالات وهذا. دونك مثلا هنا يدير ملابس خاصه بالرجال ومثلا ديال العيالات يدير ملابس خاصه بين النساء. يعني حاول تقاد الصور ديالك يكون مقاد الناس اللي مخصصين مثلا غير في الحوايج. دونك مثلا هاد الكاتيجوري خليها ديال السرا ولا هادي ديال مثلا ديال لي كاسكيت هادي ديال لي شيميز فوالا. وانتوما غاديين يعني على حسب كل واحد شنو كيبيع. دونك دابا نوريكم كيفاش كنبدلو هاد لي كولور هادو ولا الباك جراوند ديال هاد الباك جراوند هادي فوالا. الكولور ديالها كيفاش كنبدلو كنتحكموا فيها هنا. دونك كنرجع للستور فوالا كنكليكي على ستور تيم فوالا. دونك غنمشي لاش الاون بيج سيتينغ فوالا فين هو هذاك اللي زدنا ديك الساعات ديال الملابس هو هذا. دونك اش كديروا؟ كديروا ستايل كتكليكيو على هذا ستايل فوالا. دونك اول حاجه غنبداو بها هو الباك جراوند. هذا الباك جراوند هذا ولا هاد الخلفيه هادي مثلا بغينا نلونها بشي كولور مثلا. دونك كنشونجيو الكولور ديالها هنا باك جراوند شتوها. دونك كنكليكي عليها وكنشوف شي كولور باغ اكزومبل نختار شي كولور هنا. شنو هما لي كولور اللي درت مثلا الزرق ندير مثلا. المهم حاولوا يعني ديروا شي كولور كل كاتيجوري حاولوا ديروا اللون اللي يجي معاهم. انا كنشرح لكم هنا دابا فوالا الصفات باغ اكزومبل شوف كي غتكون سيف فوالا باغ اكزومبل فوالا هاي. دونك ها هو هاد الكولور ديال الباك جراوند ديالنا ولا ديال الخلفيه ديالنا بدلناه فوالا. هنا كتشونجيو هاد الكولور هذا هنا
في هاد البلاصه هادي فوالا كاتشونجيو هاد الكولور ديال هاد لو تيتر هذا اللي عندكم الفوق هو هذا، وهنا كاتشونجيو الكولور ديال هاد سو تيتر، داك العنوان اللي كيكون في التحت هنا فين كاتشونجيوه في هادي، هو هاد سو تيتر هذا اللي درت هنا اعتر على كل ما تريد. فوالا كاتشونجيو الكولور ديالو هنا، دونك كتكليكيو عليها وكتشوفوا الكولور اللي بغيتو ديرو. دونك انا نخليها هكاك نيت. هنا كنمشيو للبروداكت اها دونك فوالا دونك هنا كتحكموا في الكولور ديال هاد الكتابه اللي مكتوبه هنا. فوالا الكتابه اللي مكتوبه هنا فين كتحكموا فيها. دونك هادي باغ اكزومبل نديرها مثلا حمار، شوفوا كيبان عندنا هنا، شتو هاد العنوان الكبير، هاد العنوان السميه ديال البرودوي كتحكموا فيه هنا. انا نرجع نخليه كحل فوالا، هنا فوالا برايس بيفور، وهنا فوالا. دونك هنا نورمالمون بعد يعني كاينين، يمكن لك دير هذا البلان انك مثلا كدير واحد الثمن، كدير مثلا عندي 150 درهم كنبيع 150 درهم، مثلا ندير حداه 200 درهم ونضرب عليها. راه يمكن لكم يعني هاد لوبسيون هادي، راه يمكن لكم تزيدوها في السطوم اللي بعدا نوريكم كيفاش كتزيدوها، بمعنى ما بقاش كيسوى 200 درهم، يعني دابا ولا 150 درهم. دونك هادي الكولور ديال داك الثمن القديم، وهذا الكولور ديال الثمن الجديد باش كتبيع دابا. دونك حنا دابا عندنا هنا بما ان عندنا غير الثمن الجديد باش كنبيعو، دونك كنشونجيو غير هادي. فوالا كنمشيو لهادي كما قلت لكم برايس افتر، فوالا كتكليكيو على هادي. دونك هنا فين كتشونجيو مثلا باغ اكزومبل ندير هنا، شوف كي كيدير الكولور، واخا ندير كحل، نرجعو كحل، ندير كحل فوالا، ندير سيف، نمشي للصور ديالي، ندير اكتواليزي، هو شتو راجع كحل فوالا. من بعد فوالا هنا كتشونجيو الكولور ديال هاد لي فرونتيير هادو فوالا، هاد الجناب هذا، هاد الجناب الا لاحظتو كيدير ابيض شتوه. دونك الا مشيت شونجيته هنا فين هو هنا، انا غندير كحل، دونك ندير سيف، نرجع ندير اكتواليزي، هاو تشونجا كحل شتوه. دونك هنا كما قلت لكم هنا اللون ديالو، هنا الكولور ديالو الا كليكت الا كتلاحظوا دابا هو كحل، دونك الا لاحظتوا دابا راه من الاول بنكحل. هادي مثلا غنديرها بيض، انا نشرح لكم هادي ديالاش، دونك مثلا نديرها بيض، ندير سيف. هادي اش كنقصد بها، بمعنى الا كليكي ندير اكتواليزي فوالا، هادي دابا لاحظتوا كيدير هاد لي فرونتيير ولا الجنب هذا، كيدير هاد الجنب، هاد الجنب هادو كيديرين كحلين شتو، ولكن فوا كنكليكي على برودوي كيرجعوا بيضين. دونك هنا فين كتحكموا فيهم، ها هو الا لاحظتوا هنا كندير الكولور ديالو ديال دوك لي فرونتيير كما قلت لكم ديال دوك الجناب، وهنا الكولور ديالو الا 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 كليكيت عليه، يعني ملي كنحط لا سوري على هاد البرودوي هذا راه كيتشونجا اللون فوالا. دونك هنا كنشونجيو الكولور ديال التكست، داكشي راه الان هادي فوالا، هادشي راه الان كتشونجيو الكولور ديالها هنا. دونك دابا راه كاينه بالكحل فوالا، هي اللي لاحظتو راه مكتوبه بالكحل، ولكن ملي كنحط لها السوره ولا ملي كنكليكي عليها كي كتولي بيضة، ها هي ها هو البيض. دونك ديما هادو خاصين يعني دوك لي بوطون ملي كنكليكي عليهم، يعني لي كولور ديال دوك لي بوطون ملي كنكليكي عليهم. دونك ها هي بالابيض وهنا بالكحل، دونك نورمالمون حنا كتبان عندها بالكحل هي، ولكن ملي كنكليك ملي كنحط لها السوري فوق منها كتبان بيضة شتوها. دونك هنا كنشونجي الكولور ديال الباك جراوند، الباك جراوند ديال ديك اشتري الان هادي كنشونجي الكولور ديالها هنا فين كنشونجي فوالا، فين هي باك جراوند هنا فين كنشونجي، غير الا بغيتو يعني ديرو نفس الالوان، يعني نفس ديال نفس الالوان اللي عندكم ديجا في لي برودوي الاخرين. دونك شنو كندير، كنرجع مثلا لهذا البرودوي مثلا ديال لي اكسسوار، ندير ستايل وغنمشي نزل داك الكولور. دونك هذا الكولور هذا الكولور هذا هو هذا. دونك غنمشي نزلو هنا، دونك كنكوبي اش كندير، كنكوبي هذا الكود هذا ولو كان باط، كنمشي دابا للبرودوي ديالي او الكاتيجوري ديالي اللي هو ديال الملابس هو هذا، كندير ستايل، كنهبط فين هو الباك جراوند هو هذا. دونك اش كندير، كنكليكي عليها، كنمشي لهنا، كندير كولي فوالا شتو ها هو دابا، ندير سيف، دونك ندير اكتواليزي، هو تشونج الكولور شتو. دونك دابا الكولور ديالو ها هو كيف داير، ولكن ملي كنيكي عليه راه يتشونجا تاع الكولور. ها فين كنشونجيه، انا فين كنشونج انا كي لابغيتو مثلا الا كليكيتو عليه يولي بيض مثلا، غندير بيض هنا وندير سيف،
ولا ملي كليك عليه ولا بيض، ولكن المشكلة دابا ما جات بان داكشي راه العناش علاش حيت كتبتها بالبيض، نخليها كما كانت. باك جراوند فوالا، خليها كما كانت، سيف باغ اكزومبل، ندير هذا كولور هذا ولا ندير هذا كاك، الا كانت هكا كان عندنا هذا الكولور هذا فوالا فوالا سيف، دونك ندير اكتواليزي فوالا، هو دابا داك الكولور تشونجا شتو. فوالا دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى انه يعجبكم. الى عندكم شي تساؤل على شي حاجه ما فهمتوهاش حاولوا تكتبوها لي في لي كومونتير لتحت باش نجاوبكم عليها ان شاء الله في الفيديوهات المقبله. السلام عليكم.